قطعي التفاح او بشريه في برطمان ازاز زي ده وحطيه، وضيفي عليه كوبايه ميه ومعلقه سكر كبيره عشان تحافظي على التركيز ونشاط وزياده نشاط البكتيريا، وبقماشه تول زي دي غطيه والغطا يكون مفتح بالشكل ده لزياده التهويه، وما تنسيش تكتبي التاريخ عليه. وبعد كده غطيه من بره بكيس بلاستيك اسود عشان زياده نشاط البكتيريا والفطريات الموجوده فيه، وبعد 45 يوم طلعيه وحطيه في قماشة تل بالشكل ده وصفيه او قماشة شاش وعصريه. السائل اللي ناتج ده هو ده خل التفاح المركز بكل فوائده.